عقد والي الخرطوم أحمد عبدون حماد اجتماعا موسعا لوضع ترتيبات تشغيل القطار المحلي في نقل المواطنين اعتبارا من 21 من نوفمبر الجاري في إطار جهود الولاية لحل أزمة المواصلات. وضم الاجتماع أعضاء لجنة تشغيل القطار ممثلة في وزارة البنى التحتية والمالية وهيئة السكة حديد وإدارة القطار المحلي وشركة نوفلز المنفذة للمشروع. وأمل الاجتماع على الجوانب الأساسية لتشغيل القطار ممثلة في استكمال المحطات التي يجب أن تكون بالقرب من محطات الباصات لتسهيل نقل المواطنين. كما بحث الاجتماع الجوانب المتعلقة بالفنيين والسائقين والكماسرة ورش الصيانة والتذاكر، حيث تقرر أن يكون سعر التذكرة 10 جنيه للمواطنين و5 جنيه للطلاب ونظافة المحطات.